هذا القرار اليوم اللي جاء من خلال هذه الرسالة اللي بعت بها رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد بنيامين نتنياهو إلى جلالة الملك ليخبره من خلالها اعتراف الرسمي للدولة الإسرائيلية بمغربية الصحراء، هو قرار مهم وقرار ذو أهمية كبرى، سواء اقتصاديا أو سواء استراتيجيا أو سواء حتى على مستوى حل هذا الملف أو الإغلاق النهائي لهذا النزاع المصطنع حول أقاليمنا الجنوبية، بل أقول إنها بداية النهاية لهذا الملف على الأقل على مستوى المنظمات الدولية، لأن هذا القرار من الدولة الإسرائيلية علاش غنقول عليه مهم وذو أهمية كبرى نظرا للوزن، لأن لا أحد اليوم يختلف على وزن اللوبي الإسرائيلي على مستوى كبريات العواصم الدولية. ما يمكنش نهضروا الآن حتى على فرنسا اللي الآن تنهج أسلوب الابتزاز وأسلوب استهداف المغرب، نلاحظ الآن يحدق قنواتهم التابعة لجهاز استخبارات الفرنسية الآن وهجومها القوي، بل أكثر من ذلك بكل وقاحة طرد حتى بعض الإعلاميين المغاربة، طرد صحفية لمجرد أنها ارتدت قميص المنتخب الوطني في مباراة. هذا القناة الآن الذي أضحت متخصصة أكثر حتى من قنوات الكبرانات، يعني في كل هذه فرنسا اليوم هذا القرار ديال الدولة الإسرائيلية الذي لا شك زعزع كيانات كل هؤلاء المتربصين بهذه المملكة وبحقوقها التاريخية في أراضيها في أقاليمها الجنوبية. إذن قلت الإسرائيلي اليوم كقوة دولية لها لوبي قوي سواء اقتصادي أو إعلامي، سواء في واشنطن أو سواء في باريس، برلين، مدريد، لندن، يعني كبريات، بل وجد ذلك إلى الصين، إلى كبريات الدول اللي الآن، وبالتالي أهمية هذا القرار سيتجلى في النحو بهذا الملف. وبالتالي اليوم نحن جد أقولها بكل جد فرحون وجد شاكرون، إذا كان لأن المغاربة هكذا جبلوا لا ينسون الخير لمن أحسن إليهم، هكذا تربينا وهكذا ارتضعنا في ثدي أمهاتنا، بل وهكذا تعلمنا من قياداتنا ومن ملوكنا ومن حكامنا، لأنه الكثير لا يعرف علاقتنا بحكامنا، علاقتنا بحكامنا نحن كمغاربة كشعب مغربي ليست مجرد حكم، ولكن هي علاقة أبوة. نحن لا ننظر مثلا إلى جلالة الملك حاكم، ننظر إليه كأب المغاربة، ومنه تعلمنا الحكمة وتعلمنا التريث وتعلمنا التبصر، بل وتعلمنا أننا نحسن إلى من أحسن إلينا. اليوم لا يمكن كما قال الشاعر السوسي وعرف لأهل الفضل فضلهم ولا تغمص فإن الغمص أداة بائقة، لا يمكن اليوم إلا أن ننوه ونشكر الدولة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو على هذا القرار اللي هو كما قلت القرار تاريخي، والذي لا شك سيكون له نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى الصناعي، على المستوى حتى التعليمي. كيف اليوم نعرف أن جنوب الصحراء اليوم وبالضبط مخيمات تندوف أضحت عش خصب للحركات الإرهابية اليوم، وبالتالي هذه الحركات الإرهابية التي لا تزعزع فقط أمن واستقرار المغرب ولا الدول المجاورة، بل يتمدى تخطيطاتها إلى زعزعة أوروبا وغيرها. وبالتالي هذا التعاون بين إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبقية الشركاء سيحد من انتشار هذه الحركات الإرهابية، بل سيحد من مخططاتها. هذه الأولى. المسألة الثانية
لا شك أنها نعرف التطور الإسرائيلي والتقدم الذي حققه فيما يسمى بالزراعة في الرمال، وبالتالي اليوم القالي من الجنوبية تنتظرها إن شاء الله استثمارات كبرى في هذا المجال وتطوير البنية التحتية سنستفيد منها. ثم على مستوى التطور التقني والتكنولوجي والصناعي كذلك هناك اتفاقية سابقة كذا. هذا القرار اللي كما قلت هو نتاج طبيعي ديال التطور اللي عرفتها العلاقات بين المغرب وبين الدولة الإسرائيلية منذ قرار المغرب إعادة العلاقات. هنا لا أتحدث عن التطبيع، لأن التطبيع نحن ما عندناش تطبيع مع إسرائيل. احنا كيف قلنا ونقولها دائما، احنا ما عمر كانت علاقتنا كشعب مغربي، أقولها ما عمر كانت علاقتنا مقطوعة مع إخواننا في الوطن، لأن عندنا جالية كبيرة من أبناء هذا الوطن لا يزالوا يحملون الجنسية، لا يزالوا متشبثين بولائهم وبيعتهم لأمير المؤمنين لجلالة الملك في داخل إسرائيل. هؤلاء ليسوا مواطنين عاديين في إسرائيل، بل قيادات أمنية وسياسية واقتصادية داخل إسرائيل. هؤلاء الحمد لله اليوم ساهموا في هذا القرار، بالإضافة لحكمة أو فعالية ديال الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الحاكمة ديال جلالة الملك. إذن هذا القرار كيف قلت هو نتاج طبيعي أولا لهذا التطور، وثانيا نتاج ديال حكمة ديال جلالة الملك. المستقبل إن شاء الله سيكون مطول. أول شيء ربما في الأيام أو الأشهر المقبلة ستكون هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي للمغرب، وستكون هناك اتفاقيات كبرى في هذا المجال. ثم هناك في القريب ربما افتتاح قنصلية إسرائيلية في الدخلة، وستكون تلك هي البداية لمجموعة من الدول سواء في أوروبا أو سواء غيرها التي لا تزال تتكلم عن الموضوع بشكل محتشم ليخرج موقفها لتنضم إلى إسبانيا وألمانيا في دعم المغرب في الحفاظ وفي الدفاع عن وحدته الترابية. إذن هناك كما قلت النتائج ديال هذا القرار هي نتائج كثيرة وكبرى على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على مستوى كثير من الأشياء إن شاء الله ننتظرها من هذا القرار اللي هو كما قلت قرار تاريخي ذو أهمية كبرى، لأنه لا يمكن كما قلت لك أن نتحدث على إسرائيل دون أن نتحدث على لوبي قوي في واشنطن، لوبي قوي في أوروبا وفي كل العواصم الدولية. هذا اللوبي اليوم التي نتتبع الآن مواقف قياداتهم على السلام الداعمة للمغرب كبلد ذو مصداقية، بلد ينعم بالأمن والاستقرار، هذا الأمن والاستقرار الذي يسعى بعض جيراننا وللأسف الشديد لزعزعته والتأثير عليه. اليوم حل الوقت، وهذه هي رسالتي أنا، حل الوقت لبعض من كنا نظنهم أنهم حلفاء وشركاء تاريخيين تقليديين أن يتعقلوا. حان الوقت ليتعقلوا، وهنا أشير لفرنسا بالضبط، حان الوقت ليتعقلوا. هذا الأسلوب ديال الابتزاز، وهذا الأسلوب ديال البلوكاج تجاه المغرب، وهذا الأسلوب ديال استهداف أساليب استخبارات البائسة لاستهداف رموز الدولة وغيره، أعتقد لن يجدي في شيء، لأنه كيف قلت في البداية وأختتم بها العلاقة بين الشعب المغربي وقيادته قيادة علاقة متينة حكيمة مبنية على الصدق والوفاء ومبنية على الحب، مبنية على الحب، الحب الذي يربط بين الأب وأبنائه. وبالتالي كل ما تعملونه، لأن كما قلت لك الآن بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد انخرطت في مخططات الكبرانات الذي لديهم عقدة تجاه المغرب، إذن هنا هذا القرار كله سيزعزع الكثير من
ما يتم التخطيط له سواء في باريس أو سواء في قصر المرادية ضد المغرب. ولذلك ليس غريبا اليوم أنك غادي تمشي تطل الآن على هاد إحدى القنوات الفرنسية اللي هي لا يشك اليوم أحد أنها قناة تابعة للاستخبارات الفرنسية، وسواء إعلام الكبرنات اليوم منذ يوم أمس البكاء والنبح، البكاء والنبح ولا شيء ولا شيء، في حين أن في داخل القناة هذه التي تنتقد هذا التوجه وكذا يوجد إسرائيليين، يوجد إسرائيليين. إذن هنيئا للشعب المغربي، شكرا للسيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شكرا للدولة الإسرائيلية، تعالوا لنبني علاقة متينة مبنية على الاحترام، مبنية على رابح رابح كما وضع لذلك كخط عريض وصريح للدبلوماسية المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.